تحمل الألم أحد الأسباب الشائعة لاضطرابات النوم أو النوم الغلط. يعني إيه؟ يعني إيه الجملة دي؟ نفس اللي كنا بنقوله، ان انا لو جيت تحملت قوي قوي ان انا اخدت كافيين وده مش صح. الناس اللي بتعيش بالام مزمنه ظنا منهم ان الالم البسيط هيروح بالنوم او ان الالم ان تحمل الالم البسيط ده شيء عادي. مشكله الالم اللي حتى لو كان طفيف جدا جدا ده مقبول، ده فكر لازم يتغير. لأن الألم ولو بدرجة مثلا 10 أو 15%، يعني احنا بيجي لنا مثلا العيادة أو القصر، أنا ظهري بيوجعني يعني العادي يعني، أو إيديا بتنمل العادي، دايما الجمل اللي هي العادي أو بصدع العادي، ده مش مقبول خالص. ده مش عادي. مفيش حاجة اسمها ألم عادي. أوكي. أي حد بيشكي من ألم، احنا مطلوب بس كل المطلوب هنعمل رسم اعصاب وعضلات، نعرف ايه اللي تحت، ايه اللي تحت الالم ده، نتشخص وبالتالي نتوجه ان الالم البسيط يتحسن يختفي. يختفي. لان الالم البسيط بيقطع دايره النوم. أوكي. يصحينا، كفيل انه يقطع هدوء النوم ويفصل دايره النوم. فمن فضلكم جمله برضو من الثقافه، مفيش حاجة اسمها ألم عادي، لأن الألم العادي بيقص دايرة النوم، بيقطعها على طول. إذن الألم مؤثر في موضوع النوم. طيب هل في وسائل حديثة نقدر نعملها علشان نتجنب الألم اللي هو إحنا شايفينه طبيعي لكن هو مش طبيعي؟ فكر إن الألم لازم يتخذ له علاج، دي مش حقيقة خالص. اي الم لازم الاول يتشخص، لان ساعات كتير الله قوي ما يتاخدلوش مسكن وخلاص. لا 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 لا، ولا حتى علاج. يعني الم يساوي تشخيص.